وتتبعي قناة الفاس بريس. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نشرح فيه مشكلة الدفوعات التي تتقدم الحكومة المهنية النقي الطرقي. كما تتعرفوا بأن الحكومة يعني منذ مارس 2022 قدمت حوالي 5 دفوعات إلى المهني النقل الطرقي من أجل تخفيف الوطأة على ارتفاع المحروقات، ولكن رغم ذلك باقي الجدل المستمر حول هذه الطريقة تاع الدفوعات وشكون يستافد منها وشكون ما يستافدش منها. من أجل الخروج من هذا النفاق ومن أجل يعني تجاوز المعضلة هذه، اقترحت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط واحد الحل آخر، وهو نظام المقايسة الجزئية للمحروقات المهني النقل الطرقي عفوا. وقدمت واحد المراسلة إلى رئيس الحكومة. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط سي مصطفى. مرحبا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة. الحكومة منذ يعني اندلاع أزمة المحروقات خصها الآن واحد 5 الدفعات لمهني النقل الطرقي، ومع ذلك باقي انتم تتغوتوا ما عاجبكمش الحال، علاش الشيء هذا؟ وبالفعل هو يعني الموضوع ذو رهينية كيف ما اعلنا عليه احنا كمنظمة. يعني الحكومة منذ يعني الغلاء التصاعدي ديال مادة الغاز، واللي عنده عدة أسباب، احنا ما غاديش نديرو التشخيص ولكن غادي نبقاو يعني في ما هو مهني، يعني ارتأت أنها تقدم واحد الإعانة ومواكبة، ماشي دعم، هو إعانة ومواكبة ودعم استثنائي حسب بلاغ يعني ديال الحكومة يوم 23 مارس من هذه السنة هذه. 5 دفعات بالفعل، واش اليوم شخصنا هذه 5 دفعات ودرنا التقييم ديال هذه العملية ولا لا؟ اليوم حنا كمنظمة طالبنا من السيد رئيس الحكومة أنه يعطينا يعني الأرقام والمعطيات والشكايات اللي بتفق إلى حدود اليوم لم يعني توصل بأي جواب في الموضوع. حنا بحكم القرب ديالنا على المهنيين وبحكم العلاقات المهنية اللي عندنا على الصعيد الوطني في قطاع النقل الطرقي، تبين بأن مجموعة ديال المهنيين ما توصلوش بهذا الإعانة وهذا المواكبة وبهذا الدعم المادي الاستثنائي اللي هذا الدعم غير كيسد غير حاجيات قليلة يعني من الارتفاعات المتتاليه، لان انتقلنا من 10 درهم الى 17 درهم في بعض الاحيان، اليوم 15 درهم. الى عرفنا ودرنا واحد يعني واحد لو كالكول واحد الحساب ان هذه التكلفه ديال كل انماط النقل، يعني التكلفه ديال الغازوال او ديال المحروقات هي تمثل اكثر من 50 بين 50 حتى 60%. اذا المهنيين ديال النقل واكبوا مع الحكومه، يعني استجبوا، لان حنا عارفين ظرفيه دوليه وسياق دولي كيتسم، يعني هناك حرب روسيه طالب على الطاقه، كل هذه الامور مهنيه النقل بانوا على الحس الوطني ديالهم. بالفعل كان هناك دعم ومواكبه، ولكن مع الاسف الشديد هذه الامور كل هذه 5 دفعات ما استفدوش منها اولا كل المهنيين المستهدفين، ثانيا انها يعني لم تحقق يعني الشيء المراد منها، هو انها يعني تخفف من التكلفه ديال المحروقات. ولكن على الاقل يعني الحكومه تفاعلت معكم واستجبت المطالب ديالكم، يعني لكنا يعني كل ما كانش الحكومه دارت هذه المبادره تاع الدفعات اي كل الوضع ديالكم اكثر تازما واكثر يعني صعوبه. بطبيعه الحال هو الوضع احنا كمهنيين ديال النقل وكنقاله، الحكومه الا كون ما قدماتش على هادشي حنا كنا غنمشيو للطريق السهل اللي ما بغيناش، وهو الزياده في الاسعار ديال اثمان النقل. هذه العمليه حنا كيف ما تكلمنا على الحس الوطني يتجلى في ان المهنيين ديال النقل الى يومنا هذا الا في بعض الانزلاقات وبعض الانماط اخرى النقل اللي ما استفدتش. بالمناسبه الراي العام خصو يعرف بان اليوم الا كاين ارتفاعات في الخضر وفي الفواكه وفي بعض المواد الاستهلاكيه، راه كاين واحد 80,000 مركبه اللي كتنقل مركبه نقل بضائع بطبيعه الحال اللي كتنقل هذه المواد، هي ما استفدتش لانها غير منظمه وغير مضمنه في كناش النقل، يعني ما عندناش تراخيص من وزاره النقل. اذا حنا بينينا على الحس الوطني ديالنا، اولا الحكومة استجابت بعد ضغط، لأن كان هناك ضغط، كانت هناك إضرابات، كانت احتجاجات، كانت تنديدات، والحكومة أمامها ارتفاعات ديال الأسعار، أمامها القدرة الشرائية ديال المواطنين اللي حتى المهنيين النقل هم يعني فئة من هذه الفئات يعني المعنية بالقدرة الشرائية. مجموعة المواد الأساسية كتشوفوا رغم أن يعني الأثمان وأسعار النقل بقات تتراوح في مكانها منذ اندلاع الأزمة، ولكن كنشوفوا بأن مجموعة ديال المواد الاستهلاكية الأساسية ارتفعت. ما ردوا ذلك؟ إذا اليوم حنا يعني استجبنا للحكومة على أساس أن ما تكونش زيادات في الأثمان ديال النقل وفي الأسعار ديال النقل لا الجماعي ولا العمومي للمسافرين، كذلك نقل البضائع إلا في بعض الحالات. ولكن علاش دابا طرحتي واحد الإشكال؟ علاش يعني المواد الغذائية ارتفعت علما أنك ما تقول بأن الأسعار تاع النقل بقات هي هي؟ هل أعتقد أن الموضوع لا علاقة له بقطاع النقل، عنده علاقة بالمواد الأولية وبعض المواد اللي في السوق الدولي ارتفعت. إذا الجواب كيفاش نهضروا على منتوج محلي مثلا الخضار الفواكه بعض المرات تكون منتوج محلي؟ منتوج محلي كاين 80,000 مركبة، هذا الأمر اللي خصو يعرفوا الرأي العام، كاين 80,000 مركبة، وأنا أؤكد وأتحمل كلام ما أقول
تشتغلوا في قطاع النقل للمواد الطازجة وفي الفلاحة وفي الأسواق الأسبوعية، هذه المركبات الأقل من 3 طن ونص اللي هما كينقلوا لنا هذه الخضرة والفواكه، لأن هما اللي ساهلين كيولجوا لنا الضيعات باش كينقلوا الناتج. هذه المركبات هما ما خاضعينش يعني ما داخلينش كناش النقل غير منظمين يعني في يعني في الأنماط ديال النقل القانونية، إذا ما استفدوش من الدعم. يعني اوتوماتيكيا غادي يزيدوا في الاثمان النقل، لان اصلا هما يعني غير منظمين داخل كناش النقل ديال وزاره النقل. اذا هذه العمليه كلها اليوم كنقولوا تحصيل وحاصل. حنا كداخل المنظمه درنا واحد التقييم وجلسنا بهدوء كامن عام ودرنا التقييم بناء على المعطيات والارقام وبناء على ما نتوصل به من يعني من طرف يعني المهنيين على الصعيد الوطني لا للمنتسبين الى المنظمه او غير المنتسبين، وما يعني وما نتابعه يعني في متابعه الوضع، لان القطاع ديالنا هو اللي كنتابعوا فيه الوضع 24 ساعه على 24 ساعه. وتبين ان العمليه ما يمكنش تبقى مستمره، لان هناك احتقان. حنا كما كتعرف دازت الفصله ديال الصيف اللي كانت فيها واحد الانتعاش ديال السياحه وديال التحركات ديال المواطنين والمواطنات والمواطنين كاين الدخول المدرسي، ولكن ما نخشى هو بعد الدخول المدرسي انه يكون هناك احتقان اجتماعي في قطاع النقل الطرقي. قلتي القديم يمكنش تبقى مستمره، هادشي علاش نتوما درتوا واحد الطلب او المراسله الى رئيس الحكومه تطالبوا بالنظام مقايسه الجزئيه المهني النقل الطرقي. علاش اعتمدتوا؟ واش هي الاسس تاع الطلب هذا؟ السؤال مهم جدا، ان كيف ما جا يعني في التدخل ديالكم كيف ما اشرنا اليه، ان درنا التقييم الغازوال المهني بعيد المدى، لان عارفين حنا البروسيس يعني المسار اللي يقدر يدوز فيه الامر ديال الغازوال المهني. خص الكل يكون خاضع لنظام ضريبي، خص القطاع يكون مهيكل، خص المكونات القطاع بالارقام وبالمعطيات تكون واضحه، يعني الكل يعني خصو يخضع لنظام معين، وخص هذا الموضوع يتناقش يعني تناقشوا الحكومه وتخصص لي اعتمادات في قانون الماليه. حنا اليوم داخل المنظمه يعني الحل اللي بدينا اسهل وسهل وممكن هو تخصيص نظام مقايسه جزئيه للمحروقات خاص بمهنه النقل. وسبق للسيد وزير النقل والوجهي اننا ان يمكن للحكومه انها في المستقبل القريب انها يعني تعتمد على هذا النظام. هذا النظام اللي يمكن يخفف اولا من التداعيات ديال كل ارتفاعات المحتمله لا قدر الله، وكذلك يمكن ان يستفيد المواطن وتستفيد المقاولات النقليه من انخفاضات اللي هي ممكنه انها تكون في نظام في هذا في الموضوع المحروقات، بلا ما ندخلوا لواحد البوليميك حنا بعد عليه. باش ناكد حنا ما بغيناش ندخلوا للبوليميك مال الاسامير مال التسقيف مال الضرائب، شي بعيد عنا حنا كمهنيين داخل، نقدروا نعالجوه يعني من زاويه سياسيه من زاويه اخرى، ولكن حنا كمهنيين خصنا نبقاو مهنيين نعالجوا الموضوع من ناحيه ديال يعني ديال المهنه ومن ناحيه ديال لان هذا استثمار. والسيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل اشار، وهذا الشيء راه كاين في وسائل التواصل وكاين في كل المواقع، انه اليوم هو كوزير في حكومه اجتماعيه او في حكومه يعني تواكب كل فئه المجتمع يصبو ان هاد المهنيين خصهم يربحوا. كيقول بالحرف احنا كحكومه بغيناكم تشتغلوا وتربحوا، ما بغيناكمش تخسروا. اذا الحكومه اليوم لا بغاتنا نربحوا خصها تواكبنا في كل يعني في كل المراحل. وتشوف الطلب يعني قابل للتنزيل؟ قابل للتنزيل. احنا بالنسبه لنا مقترح احنا قدمناه كهيئه نقابيه يعني تقدم اقتراحات، شخصنا الوضعيه كيف ما سبقت واشرت، كذلك وقفنا على مجموعه الارقام والمعطيات وقدمنا هذا المقترح لعل ان الحكومه في مناقشه قانون الماليه ديال 2023 انها تجاوب مع هذا المقترح، وهي من ناحيه التقنيه هنا عند الخبراء التقنيين. وكاين شي تفاعل مع الطلب ديالكم؟ الى حدود الساعه ما كاينش تفاعل، ولكن حنا سنترافع على هذا الطلب وسندافع عليه. اليوم حنا من خلال المنبر ديالكم، لانكم انتم كجريده يعني تتابعون كل يعني خصوصا انكم مهتمين يعني بكل الامور اللي كتهم المواطنات والمواطنين والمهنيين على الخصوص. اليوم حنا يعني صدرنا بيان للراي العام الوطني والمهني، راسلنا السيد رئيس الحكومه، راسلنا السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه، كذلك يعني ننتظر افتتاح البرلمان بعدما يفتتح جلاله الملك في الجمعه الثانيه من شهر اكتوبر، وسنفتح على الفرق البرلمانيه، لان الفرق البرلمانيه خصوصا الاغلبيه الحكومه. لو قبل ما تفتحوا على الفرق البرلمانيه واش نفتحوا على التيارات النقابيه الاخرى باش يكون عندكم موقف موحد؟ بالفعل احنا في نقاش مع مجموعه ديال
ديال الهيئات النقابيه وكنحاولوا اننا نقربوا الرؤى فيما بيننا ونناقشوا الموضوع من الجوانب ديالو كلها. كذلك هناك انفتاح على خبراء اقتصاديين لان لابد اننا نلجؤوا لخبراء اقتصاديين انهم واش هذا الاقتراح واش هو ممكن او قابل للتنفيذ او غير قابل للتنفيذ. ان المعطيات اللي عندنا بصفه عامه او بمجمل الكلام ان ممكن ان هذه العمليه تكون يعني، ولكن خصها اعتمادات اولى ماليه، خصها اجراءات اداريه، وخصها مرسوم لان يعني لابد انها تنظم مرسوم وفق، احنا تكلمنا وفق البيانات المتوفره حول حدود الساعه. لان اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومه الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومه وزير يعني وزير الاتصال سيبيتس كيتكلم بان 134 الف مركبه استفدت. اذا ناخذ المعطيات ديال 134 الف مركبه والبيانات وندير تقييم، لان الحكومه راه عندها خبراء، عندها اطر، عندها مدراء في يعني اللي يقدروا يديروا التقييم، خصوصا خبراء اقتصاديين، ان نديروا التقييم ديال هذه العمليه ونبداو ننطلقوا، حيت خصنا ننطلقوا. ما يمكنش نخرجوا اي مشروع يخرج كامل متكامل، ولكن لابد من الانطلاقه. واتمنى صادقا ان الحكومه يعني تجاوب مع هذا المقترح اللي فيه مصلحه المهنيين وفيه مصلحه كذلك ديال المواطنين، ومن خلاله يمكن اننا نتحكموا في الاسعار ديال النقل الجماعي والعمومي وكذلك ديال النقل البضائع. سي مصطفى شعور، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاسبرس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.